قعدنا مع قل القربان او بيسموه قل الحمل. اللحم ده من الالحان المميزه في الكنيسه وليها طابع خاص وجمال خاص ووضع خاص وكل حاجه. اللحم كله على كلمه هاليلويا. اللحم خمس محطات زي ما احنا متعودين بنقيس الالحان الطويله بالمحطات. اللحم خمس محطات، هتلاقي نفسك سامعه كتير. اللحم مكانه اثناء رفع الحمل كانوا زمان لما سلمونا قالوا لنا ان هو خاص بالاعياد السيديه وايام الاحد، لكن يعني مؤخرا لجنه توحيد الالحان خليته طول السنه في كل القداسات صيام وافطار وكل اعياد وكل حاجه. كان البديل بتاعه لحم اسمه ابيناف شوبي، لكن رجعوا قالوا لنا طبعا مؤخرا ان ابيناف شوبي ده بيسموه لحن السيره. لحن السيره يعني بيتصلى لما قبل ما يتقال سيره قديس في الميامر وكده يعني، او بيتقال اثناء مثلا رشف الزيت لغه في نصلي الانجيل بنقول تنقش لحن البركه وشيري ماريا تقول، ولو خلص ولسه الشعب كتير نقول ابينا بشوبيه. لكن قال القربان هم اللي خصصوه بوقت الحمل في الاعياد وطول السنه كده. ركز معايا المحط الاول، هتلاقي نفسك سامعه كتير بس عايزين نصنفره كده ونلمعه، لو حد حافظ حاجه يعني ايه مشوشه من بره يظبطها.
يبقى زمنها كام؟ 2 صراع. Oh.
طب مين حافظه غير اللي بيقوله؟ يعني مين حافظه قبل كده؟ نعم. الحته الاخيره معلم دي؟ دي الاولانيه دي؟ لا دي صح؟ دي؟ الثانيه اللي بعدها دي؟ اللي فوق الاولانيه دي؟ اخر سطر دي؟ ايوه دي. ماذا؟ زي اللي حضرتك قلتها الاول. تمام. تمام. اسمع تاني. Ah.
اتنين تلاتة اربعة، باخد بالك من اتنين، اتنين تظبط اللي قبلها وتريح اللي بعدها. ليه دي؟ حد محتاج يصور؟